رايح وين مسافر تروح تعيا ابو الشحط صديقي ابو حماد كيفك يا خيي كيفك يا خيي مش حاسس كنت مسافر انت شو جابك لهون انا كنت مسافر ايه بس مش مسافر مهاجر انا مسافر عندي جوله على المغتربين بدي اتابع الانتخابات لك اه صح انت مرشح الانتخابات اه مزبوط انا مرشح عن لائحه لبنان ثانيا عن المعهد الارثوذكسي بدائره بيروت الاولى خيي شو لبنان ثانيا ليش مش اولا يعني انت ما ركزت على ارثوذكسي ركزت على لبنان ثانيا عادي لبنان ثانيا مثل كل العالم انه بركي في دوله بدها تفوت على الخط نفسح لها مجال شو صار معك هلا بهالجوله الانتخابيه والله 10,000 صوت كانوا بدهم ينتخبوني 10,000 صوت شو صار فيهم؟ بلاد الاغتراب ما طلعوا مش مسجلين 10,000 صوت وشو هو هالمشروع الانتخاب اللي سالخه انت لحتالي جمعت فيه 10,000 صوت مشروع انتخابي مشروع انتخابي كتير قوي ما شو بيقولوا ما بينخرق فرزين ما معقول ما سمعتوا كل مهرجانات خلص فرزين عليه خير فرزين عليه وين المشروع؟ جالون زيت خس كيس برغل لخيي هيدا مشروع تبولي هيدا ولا مشروع انتخابي شو بقى خيي ما تواخذني يا خيي ما تواخذني هذه الورقه وصلتني عليها المره وين مشروع الانتخابي وينه خيي وينه تبولي وين مشروع الانتخابي ضاع المشروع الانتخابي مش حافظه مش حافظه لا يا خيي مش حافظه لك انت اذا هلا مش حافظ المشروع الانتخابي كيف بدك تحفظ الوطن بكفي خيي بكفي امثال شو بدنا نعمل نكتب مشروع انتخابي صح انت على اساس مسافر على الانتخابات ايش انا مسافر على الانتخابات مرشح على الانتخابات مرشح على الانتخابات